انتبهوا يا أطفال، مباراة في كرة القدم. عند عودتي إلى البيت توقفت لمشاهدة مباراة في كرة القدم بين أبناء الحي، كانت رائعة جدا. أوقف اللاعب الأسمر الكرة بصدره، أوقفها بصدره ودفعها إلى الأمام، ودفعها إلى وانطلق كالسهم يجري، وانطلق كالسهم يجري. فلما اقترب من المرمى قذفها بقوة يا أطفال، قذفها بقوة. فسجل ماذا يا أطفال؟ فسجل يا أطفال هدفا. فقلت لرفاقي ما أجمل أن نمارس هذه الرياضة مثلهم. نعيد يا أطفال، ما أجمل أن نمارس هذه الرياضة مثلهم. جيد.